السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غنوريكم إن شاء الله كيفاش كيتزرع الدلاح بواحد الطريقة ديال غوت ا غوت. نبداو على بركة الله. الدلاح هو يلاه ترس، هذه تقريبا يومين وشي 3 أيام تقريبا هو باقي. كيفاش باقي يعني يلاه طلع، وشو الطريقة باش كيتزرع، يعني كيتزرع هاد الشتلة هادي. كيجي المحراس كيضرب من هنا من هنا، من اليمين لليسر، وكتطلع هاد الشكل هكا. كيزرعوه وحدة بوحدة وحدة حدا وحدة، كيغطيو بالميكا هكا. قبل ما يغطيو كيدوزو التيو، التيو ديال غوت ا غوت. هاهو التيو دايز من هنا، هاهو غادي مشى السريج ليه. كاين السريج في واحد المنطقة هنايا تما، كيدوز بهاد المنطقة، هو متفرع، هو مشى من هنا حتى ليه. هذا كله، هذا اللي في الميكا، كيتسمى واحد الدلاح، نوع ديال واحد الدلاح كيتزرع في هاد المنطقة ديال العريش. هادي منطقة العريش، عين الشكر، تما كي كتشوفو هاد الشتلة يلاه كانت زرعات راه هاد يومين. شوفوا المسافة بين الشتلة وشتلة، يعني كاين واحد المعبر، يعني خصو يتحترم. فهمتي، هاهوما كتمشي مليح حتى لخر. يعني هادي واحد الفلاحة عصرية في نطاق مخطط المغرب الأخضر. يعني اللي عنده واحد جوج هكتارات ولا ثلاثة، على ما أظن، كنقول على ما أظن، الدولة كتساهم معك. ودابا الحمد لله على ولات المسائل ميسرة. كنهضر أنا على هاد المنطقة بعدا، هما كيجيو يديرو كلانسطالاسيون ديال هاد التيوات هادو، هما كلهم كيديرو واحد السريج. راه كاين واحد السريج لهيه في واحد المنطقة لهيه، هذا ضيعة من الجهة الأخرى، وكيديرو التيوات هادو. كلشي من عندهم، كتصاوب غير الملف ديالك عندهم، كيجيو يشوفو الأرض، كيجيو يديرو كلانسطالاسيون، وانت كتزرع. شوفوا الميكا الطريقه ديالها كيفاش دايره. دابا شوفوا هاد الشجر اللي كتشوفوها، هذا لافوكا. يعني هاد الزراعه ديال التلاح ولا البطيخ ولا لافوكا ولا حتى البنان في هاد المنطقه ديال العريش، يعني مناسبه لربما التربه، وقال لك التربه. هانتوما كتشوفوا هادي راه لافوكا، ها هي يلاه بدات كتنبت. هادي راه العام ديالها الثالث، ها هي العام ديالها الثالث. نوع لافوكا كبار، كاين انواع بزاف، ما عرفتش هاد النوع هذا، اللي عرف النوع ديال هاد لافوكا يكتب لنا في الكومونتير. هاهي تا هي غوت ا غوت، هاهي دابا راه كتسقى. نتوما شوفو الدقيقة، هاهو هذا، هاد الروبيني تا كتريقلو على حساب، عندو واحد الفتحات من الجناب من هنا، وكدور على الشكل فين كاين، فين كاين الشجرة، فين كاين الشتلة. هاهو دابا كيضرب، وخصو ضروري يكون بعيد على الجزر، يكون على الشجرة بواحد أقل 10 سنتيم، لأن إلا كترتي الماء على الجدر، الجدر كيخماش، يعني كيتعفن من بعد. دونك كنبعدو الماء على الجدر بهاد الطريقة هادي. تا هو راه غوت ا غوت، هاهو غادي الشجر كلو، هذا كلو أفوكا مشا ليه. هادي راه ضيعة كلها افوكا. كاين الصف ديال الافوكا من هنا والصف من لهيه، وفي الوسط كيتستغل، كيدار دلاح ولا دار شي حاجة اللي هي تقدر تكون مناسبة وما كتاخذش المساحة ديالها بزاف. هانتوما كتشوفو هادي راه كلها افوكا من هنا، مشات حتى داك الحاجز الاسود اللي كيبان. غادي يسولني شي واحد، غادي يقولك هذاك الحاجز علاش كيصلح، هذاك الحاجز راه ما دايرينش باش يحدوا به الحدود. لا، غادي نقربوا ليكم، نقربوا تما باش تاخذوا واحد الفكره. هذاك الحاجز ماشي، يعني شحال من واحد كيشوفو، كيكون غادي مثلا في الطريق وكيشوفو دايرينو الناس الفلاحه، هذاك ماشي حاجز كيتسماش، يعني كيحدوا به الحدود، ولكن حاجز الرياح كيديروه خاص للرياح، لان هنايا كاينه الرياح ديال
المحيط الاطلسي ديال جهه اصيله العريش، هاد الرياح بعض المرات كتاثر على الشجر. دونك هما كيديروا حواجز بهاد الطريقه هادي. ها هي مشات حتى له، ها هي طلعت له من له من له، ولاحظتوا حتى له واحد الحاجز راه كاين هنايا، هو خضر حتى هو راه حاجز هذاك للرياح، باش كتكون الرياح قويه باش ما تاثرش على الشجر والمغروسات. هذا واحد النوع ديال الميكا، هو رقيق، حتى هو اللي عرف السميه ديالو يكتبوا لنا في الكومونتير باش الناس تستافد وتاخذ واحد الفكره. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، نعطيتكم واحد الفكره على طريقه الزراع ديال الافوكا وديال الدلاح. الدلاح دابا راه مازال ما وجدش، راه شفتوا الطريقه ديالو مازال ما وجدش. يلا الزرعة هادي واحد اليومين، هانتوما كتشوفو هادي الشتات باقا صغيرة. هاهي هادي افوكا، هادي افوكا. دونك نتمناو نكونو وصلنا واحد الفكرة، واحد المعلومة. الناس اللي عندها أراضي وبغا تستغل وبغا تخدم، هانتوما كتشوفو الناس كيفاش خدامين. راه المخطط ديال المغرب الأخضر راه كاين وموجود، ما عليك إلا تمشي تبحث وتلقى الناس راه يجيو يجهزولك الأرض ديالك، يجهزولك كل ما هو عندك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.